وإن طائفتان. ما قال اقتتلوا، قال من المؤمنين، من المؤمنين. ها أخوتي أعزتي الشيعة، دائما يكون جوابكم هذا عن هذه الآية، قال من المؤمنين، يعني لازم في الطائفتين يوجد إيمان، لازم أكو إيمان في الطائفة هذه وفي الطائفة هذه. إحنا عندنا إجماع عند الشيعة أن الذين حاربوا أمير المؤمنين لا إيمان لهم، إجماع إجماعي، نقله حتى الشيخ المفيد يقول ذولا ما عندهم إيمان، إجماع عندنا، إجماع الطائفة، يقول ذولا خارجين ملة، خروج ملة لا خروج ردة. نعم يحكمون بأحكام الإسلام ظاهرا بس لا إيمان لهم، ماكو إيمان. فإذا هذه الآية ما ممكن واحد يلزم الشيعة بها، ليش؟ لأن أمير المؤمنين طائفة وأولئك طائفة، ولكن توجد طائفة مؤمنة وطائفة غير مؤمنة، إذن الآية لا تنطبق. أعيد بصورة بسيطة جدا، وإن طائفتان من المؤمنين، لازم يثبتون أكو معركة صارت بأي شيء إن كان بين طائفتين، ولازم اثنينهم على إيمان، وهذا ما موجود عند الشيعة الإمامية. الموجود عند الشيعة الإمامية أن الإيمان فقط في طائفة، والطائفة الثانية لا إيمان لها. إذن لا يمكن أن يلزم خصمنا يلزمنا بشيء، ما ممكن، ويجي يطبق هذه الآية. نعم هي عنده جارية، عنده يسموها حجة معذرية، بس إلزامية لنا ما ممكن، لأننا لا نقول بإيمان واحدة منهما وهي المقاتلة لعلي بن أبي طالب، والدليل هذا واحد من عدن، والدليل هذا واحد من عدن، من كنت مولاه فعلي مولاه، بأي تفسير نقبل، بأي تفسير، يا بالنصر والمحبة جيد. إذن النبي ينصر المؤمنين ولا ينصر غير المؤمن، علي ينصر المؤمنين ولا ينصر غير المؤمن، فمن كان مع علي فهو مؤمن من خلال هذا الحديث، هذا يكفينا كافي، ما نحتاج غيره. والذين في مقابله ليسوا بمؤمنين لأن علي لم يكن معهم، لأن النبي يقول أنا أنصر المؤمنين وعلي ينصر المؤمنين، فالذين ينصرهم علي وينصرون عليا هم المؤمنون فقط، أما في مقابله فليسوا بمؤمنين، لو كانوا مؤمنين لنصرهم علي. إن شاء الله صار واضح عندكم. فالإيمان لابد أن يثبت عندنا حتى يلزمنا خصمنا، وإحنا الإيمان ما ثابت عندنا لواحدة من الطائفتين، فلذلك الآية غير جارية عندنا. يعزكم الله ويوفقكم لكل خير.